المباركة التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال ديالنا. مئة حالة اعتداء جنسي على الطفولة معروضة على أنظار القضاء، رقم قد يزيد في ظل صمت الآباء والأقارب عن الظاهرة. ثاني غنبقاو نكذبوا على المغاربة. الآن لابد أننا نقولوا كفى، بركة، باسطة، طلع لينا هادشي في الراس. بركة من الصمت، خاصنا نتكلموا عن الاعتداء الجنسي ضد الولاد ديالنا. خاصنا نزيدوا القدام، خاصنا نفيقوا. ما يمكنش كسيتوايا اولا وكفنان نبقاو دائما ساكتين على هذا الشيء، خصنا نغوتوا ونقولوا بارك عندنا اولادنا وبناتنا راهم في خطر. علاش؟ لان باقي عندنا واحد الكومبلكس وواحد المشكل اللي في راسنا هو حشومه. لا حشومه العيب الى الجيران عرفوا، لا حشومه عيب الى الاستاذ عرف، لا حشومه عيب الى المدينه كلها عرفت. لا خصهم يعرفوا بان البنات ديالنا ولاد ديالنا غصبوا وقال وداروا لهم شي حوايج اللي ما يخصهمش يديروا لهم. دونك سيت ان كريم يلفو لو كونداني. خطواتك خيالك قدام يجري وارضي قا مقاصك رجعي لي يا صغري رجعي لي مديتي سميتك وبشيتي الشومة جري.